هو اديك فريزر. لا سامحني، دي فلوس شغل. الشيك لو سمحت يتحصل في ميعاده. ما تحرمش. سلام. زباين كسر، عايزين يعيشوا بلوشي. ولا عظمه. ايوه حاج. الواد حشمت فين؟ في مكتبه حاج. طب اندهولي بسرعه. عليا بسرعه. ايوه يا حاج عرف. تصدق بالله يا حاج عرف احنا هنقفل المعرض من زنك يا عم. الشاشات 5 دقايق هتوصل لك. هكون فين؟ في مكتب يا سيدي ليل ونهار. تؤمر مع الف سلامه. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. هلكتونا. اتفضلي. مساء الخير. يا مساء الفل. اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك. تحبي تقعدي على البيديه ولا على الكرسي؟ لا انت بانيو على طول. يلا على البانيو. لا انا هقعد هنا. اهلا وسهلا يا استاذ حشمت. بيه. نعم. الحاج سعيد عاوزك. قول له مش فاضي، ما يخلص الشغل اللي في ايده. بالسلامه. واضح ان ريحه الفينيك مضايقاك يا حاج سعيد. الاستاذ حشمت بيه بيقول لك مش فاضي. قول له يجي بدل ما نسر البلغ عليك التيتو الفاشل التافه القله. ساتر يا رب. هو في ايه؟ انا مش عارف بيهزقوا مين. معلش دقيقه واحده. الو. يا حاج عرفه وربنا احنا هنقفل المعرض من زنك ده يا حاج عرفه. خليك معايا وانت معايا. ثانيه واحده. يا منال ابعتي لي حاجة الحاجة عرفة حالا. يلا عشان مزهقني. صدقت يا عم. بالسلامة. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا نشوف اليوم الازرق. ايه اللي ايه ده؟ انت قاعدة في بيت عمتي. ما نشوف اليوم الازرق ده عشان الحكاية عبطت وهلتت. انا هتمثل عليا الجزمة فوق دماغي يا سعيد يا احمر. ايه؟ احمر مش اسمك؟ انت قد ربنا يقلل بختك كده على طول. البعيد ما بيفهمش. انا مش قلت لك 100 مره في الشغل اسمي ابي؟ الابي دوت بيبقى اخي كبير حنين على اخوه الصغير. مش يرميه في الحمام زي المعيز. عايز اقول لك على حاجه، لاخر مره هقبل اهانات وشتيمه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. انت بتفهم في الاصول اهو. وهي الاصول بقى يا حشمه اللي انا ابعت لك الواد عشان يندهلك تقول له ان انت مش فاضي. مش فاضي ليا انا؟ امال فاضي لمين؟ فهمني. هو ده رد الجميل؟ يقدر يصرف عليك دم قلبي؟ يا عم صرف ايه ودم قلبك ايه؟ ده من ساعة ابوك وامك ما ماتوا صرفت عليا حوالي 1500 جنيه. 1500 جنيه؟ وانت مستقل 1500 جنيه؟ بقول لك يا سعيد انا دماغي مدوش. عايز مني ايه دلوقتي؟ تفضلي نفسك خالص. امسك. الليستة دي فيها عناوين. تروح هناك وتحصل لك الكمبيالات المتأخرة. اللي يدفع خير وبركة. اللي معهوش تحمل كل الأجهزة وتجيلي طيارة ميارة. طيارة ايه يا حشمة؟ ميارة يا سعيد. نفسي مرة تنزل انت تحصل الفلوس. ده انا بتعارك مع الناس يا سعيد عراك انت بتعرفه. انا بتضرب علقة من الزباين اكتر ما بشرب شاي. العلقة دي اللي بتصنع الرجال، دي اللي هتنشفك تخليك مال وهدومك. بصراحة انا مش رايح للزباين، خايف اتخانق. خلاص عدي على الشؤون القانونية، خد المحامي معاك. يا واد شؤون قانونية؟ انت محسسني ان انت نجيب ساويرس. ده احنا شركة معفنة في شقة سعيد. يا حشمة خليها على الله يا حمار. انت عارف يا سعيد يا احمر انت ايه اللي حيشني عنك؟ ان انت اخويا الكبير بس. لكن غير كده انا مش عارف كنت هعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني يا حشمة؟ هبوس راسك. مش اخويا الكبير؟ قول يا بيه. يا بيه على السريع. يلا طيارة ميارة. حاضر. طيارة ايه؟ ميارة. ميارة. لا يا ميارة تدخل فيك. استهدى بالله برضه كده يا حشمت. ده اخوك الكبير. هي المصيبه ان اخويا الكبير ده اللي مخليني مستحمله. معلش خده على قد عقله وكله هيبقى. انت قلق؟ نعم. افرد وش اهلك ده على الصبح. خلي ربنا يفتحها علينا. ما تفرنيش. فكها انت علينا شويه. فكها. مكنزه معاملهم الثمانينات. الله اكبر. اهو نبر اهلك ده اللي مخليني كل الفلوس اللي بكسبها بضيعها على ادويه. ادويه ايه بقى وكذب ايه؟ ده هو كله قرص فوار واللزق اللي بتاع دارك. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتتمناني المرض يا حشمت. المرض انت اللي بتجيبه لي يا سعيد من رميتك ليا في الحمام. يا اخي حرام عليك. خليني اشتغل في اوضه النوم عشان لو تعبت اريح. شوف العبيط يا ده. اوضه النوم دي للنوم مش للعمل يا حبيبي. نابي. هما الحمام ليه بقى؟ للقراءه والمطالعه. العربيه اهي بنوره معاك. عارف لو حكيت اعمل فيك ايه؟ عارف. هتحك وشي فيها. يلا في امان الله يا حبيبي. طياره مياره. طياره ايه؟ انت زهقتني قوي. مياره. زهقتني يا اخي. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ انت معاك رخص؟ انا ما بعرفش امشي غير قانوني. معيش اي ورق العربيه دي. يبقى توكلنا على الله. يلا على الله. يلا توكلنا على الله.
ايه؟ ايه ده؟ خبطنا في ايه؟ خبطت في حجر. يا مصيبتك السودة، يا مصيبتك السودة يا حشمة، ده اللي لو حكيتها حكيتها. ربنا يستر. الأولاني ازاي؟ الأولاني اللي فوق الورق، الورق، دي الورق. أقمر. إيه الجو ده ولا إيه؟ جو إيه؟ مش أنت خبطت على الباب؟ آه. أنت مين وعايز إيه؟ أنا حشمت أخو الحاج سعيد الأحمر، عايز إيه هي دي المفيدة؟ عايز القسط بتاع التوستر اللي تلات شهور المتأخرين. اختص بيك تستقبل لنا فين القسط؟ لا دراعي وقف شد عليا. معلش معلش والنبي شد معايا. اصلي بقول شد معاك ايه؟ مفيد قوي عشان الولاده. انا مالي مال الولاده، انا عايز القسط. ده لي 20 عده ان شاء الله تتحرق، انا عايز فلوسي. معلش شد شد شد. هتدفع المهم ولا هتخلعي؟ يعني يومين وقبات الجمعيه. اقسم بالله لو ما دفعتي لسيب دي تلزق في بقك هتدمرك دلوقتي. لا والنبي اوعى. لا اوعى. بينها هي الضربه. ضربه ايه؟ انت جبت من الاخر. اخر ايه؟ انا عايز فلوسي. الارميتاج. ايه الكلام الفاضي ده؟ بقولك ايه، المستشفى. ما تدخلنيش في مشاكلك الشخصيه بره المستشفى. اديني فلوسي خلينا نمشي. اتكل على الله. انا بولد يا عجيب الاحساس. بولد الله. اللي حواليا ناس. ما تنطقنيش ما تنطقنيش. يا اما هتموتيني. استني يا ست بقى، استني. ليه كده يا اسميكي ايه؟ اسم بوجي. بوجي حلو. اه بوجي حلو ولا مودي؟ الاتنين زي بعض. انا مالي بودي ولا مودي؟ مش هتلاقي معاك ميه تهدي بقى. اتهدي بقى. الحقوني يا مالك. الله يحرقك يكفيش مره واحده. سعيد هيموتني. ما بتعرفش تسوق بالسوق ليه؟ خلاص خد سوق انت. اتفضل سوق انت. هات يا سيد. يا سيد انزل حطه مكانه. امسك الولايه. طب امسك الولايه. امسك مينو؟ امسك الولايه. والله لا احبسك. حلو قوي نجيب الواد مين اهو. بقول لك ايه يا مبودي، دقيقتين بس هنزل له لده كلمتين اخد منه قسط استشوار واجي لك. ها مش هينفع. مش هينفع ايه؟ قسط استشوار. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الواد دراعته نزل. ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ دراعات ايه وليله ايه؟ يا بودي لا لا لا. الله يخرب بيتك وبيت يومك الشوق مش وربنا لعودك من بطنك. الحقوني. هنعمل ايه في البلوه دي؟ ولا حاجه. كده كده رايحين المستشفى هنرميه هناك. يلا بسرعه. اوعي بسرعه قسما بالله لاحبسك. يا نهار اسود ومنيل. العربيه بقت نص من غيرنا. الله يخرب بيتك. ميمي 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 عليك 6 و7 و8 ادفعهم النهارده والا انت فاهم هنعمل ايه. قشطه. يلا يا ميمي سيبه ما بيستقبل. تموت ما تموتش هتدفع القسط. بقول لك ايه؟ يلا يلا يلا. خلاص انت الله يخرب بيتك وبيت اللي هتولديه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي اي انت دايس على رجلي مش على البنزين. لا دي البنزين. انا دايس على البنزين. يا نهار اسود. ياما يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه الدراع ده؟ هو دراع. مفيش دراع تاني. ده دراع واحد. دراع واحد اهو ودماغ واحده. طب انزل شيل معايا. اشيل ايه؟ خليني جنب الست دي. هي كانت خالتك. انزل. اجزف ايه؟ انزل معايا. الواد مين يخدل دراعاتي؟ والله انت بنت حلال. كوافيرك جنبك. تقومي تشدي حيلك يظبطك وتكملي يومك عادي. ها ولو احتاجتي اي حاجه بصي ورا قولي يا ام بودي هتلاقينا معاكي. مين بيندى؟ خش جوه. حد خش على ايد يامك. اوعي تخيلي. عادي عادي بسرعه بقى. ايه تسرع بموتك يا بعيده. اسكتي بقى في يومك. داخل فين انا؟ خبط خبط خبط. لا والله العظيم الواد ده رجوله ومامي. وفر علينا شيل وحط ومرمطه. الحاني حشمك. هموت هموت هموت. انتوا هتموتوني. يا يلا غوري بدايه المستشفى. ايه؟ لا مستشفى لا بخاف. بخافي وما نزل اولادك. يلا يا غوري من هنا. خدي بالك لو متي في الولاده اقسم بالله مش هسامح في التوستر. هخنق بودي. يلا لا تعالي. دقلقة دقلقة يا مس. خد المصيبه السودا دي. غرز بقى ده يا بقى. يخرب بيت يومك شق. ام مودي ام مودي. صباح الفل يا باشا. لو سمحت باشا سؤال. معلش يعني مفيش حد قريب هنا بيغير مساحات عربيه عشان شكلها اتمطر. مطر. وايه دول؟ دول ناس يا فندم. ناس ومعاهم حمار عادي ظاهره عاديه. حملهم منين؟ من على النت يا باشا. كله من على النت دلوقتي. هات المصحف. من على النت. كله هاتوه. ليه يا باشا؟ انا قلت لك سارقهم. حضرتك انا اعترفت وقلت لك محملهم وانا سارقهم. ما تقلقش يا باشا كلها يومين واجيب لك محامي يحلها. خلاص يا عم انا دخلت. ربنا يخليك ليا يا اخويا كبير يا سعيد يا احمر. وربنا انا كنت واثق ان انت مش هتسيبني لوحدي في المحنه دي. انت سندي وضهري يا سعيد. هو ده سعاده الباشا. هو ده حشمه اخويا اللي انا مربيه صارف عليه من اللحم الحي.
يا باشا انا كنت بشيل لقمه من حالك واصرفها له في حالك. ايه القرف ده يا سعيد؟ خد يا ايه ابونا الله يرحمه مربينا على ايه؟ ربنا على ايه يا ابي؟ قول لي. مش عارف ربنا على ايه؟ ان الرجاله بتبان وقت المحن وقت الشدايد واحنا في محنه. الكلام ده ما يطمنش يا سعده. الحاج سعيد الله يكرمه دفع 20,000 جنيه للمصابين وخلاص اتنازلوا. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك ويخلي اخويا الكبير. سلام عليكم. رايح فين؟ الحاج سعيد عمل لك محضر اتلاف سياره. محضر؟ محضر لاخوك يا سعيد؟ محضر عشان بابين وبريبريز ووش حمار؟ والاصطدام والشبكه والفوانيس غير 15 شوار بتوع مين؟ خربت بيت الله يخرب بيتك. لا مؤاخذه باشا، بس بالنسبه للضرايب والحشيش مش هحبس نفسي. ابونا الله يرحمه ربنا على ايه حيش مات؟ اننا ما نتهربش من الضرايب ولا نشربش حشيش. انا مش هحبس نفسي، مش هحبس نفسي. ابونا ربنا ان العفو عندك مقدار. والله يا ريس، وانا قدرت وعفيت. تاخد بس صغير حبيبي، مش بره غيره. استسمحك والنبي يروح معايا في ايدي.